لو تعرفي الواحد بيحتار قد ايه وهو بيختار هديتك، ما كنت تسهلي عليا الدنيا وتقولي عايزه كذا، نفسي في كذا. اصلا انا محتاره الصراحه، اجيب ايه يعني؟ سلسله تتحط جنب اخواتها؟ اكيد لا. حلق مثلا؟ هو راح فين؟ طب اخليني في كريمات. موضه لديلي روتين، بس لا برضو الكريمات مش هديه، وكمان بتجيب لي التهابات. اوف. طب ما انا ممكن اخلصك من نزله الكوافير اللي بتاكلك اليوم كله، واجيب لك فرشه من برالوان. طب ما حلوه دي، هي بتحب شعرها وبتخاف على وقتها، ودي هديه ما فيهاش احتمالات. اسرقهم انا بقى منها بعدين. برالوان هديه ما فيهاش احتمالات.